ها؟ عدى؟ أنا اسمي أسيل الجرحي، أنا مشاركة ومنظمة في مهرجان وبازار مرمريكا في مقيم في مدينة قبرص. اليوم يكون اليوم الختام إن شاء الله لبازار مرمريكا اللي بدأ يوم 18 و19 وينتهي اليوم. هذا يحيى حيكون اليوم حيكون الظهور الثاني لبازار مرمريكا في مدينة قبرص، ابتدى في بداية السنة هذه بشهر 2 وحيكون هذا الظهور الثاني له لهذه السنة، وإن شاء الله حيكون له ظهور في السنوات الجاية. البازار هو مش خيري، البازار عبارة عن كل بنت وكل سيدة في مدينة قبرص تبين وتوري حاجاتها المصنوعة يدوية أو من الأكل، المواهب بصفة عامة. إن شاء الله نتمنى أن البازار في السنوات الجاية حيكون أكبر وأكبر ويتوفر لنا مكان يكون خاص بينا، ونتمنى أن منظمات المجتمع المدني والناس حتى بصفة عامة أنهم يساعدونا وعشان نزيد ونبين مواهب بنات سيدات إن شاء الله مدينة قبرص.